في هذا الفيديو سأشارك معك خطوة بخطوة كيف تحقق أي شيء تريده في الحياة. هي ليست خلطة سحرية بل معادلة رياضية كل من يطبقها تنجح معه، وأنا أقسم لك بالله أنك لو طبقتها بشكل صحيح ستحقق أحلامك أنت أيضا. في هذا الفيديو لن أبيع لك أي شيء، فقط سأشارك معك تجربتي الشخصية في الصعود من تحت الصفر إلى الرقم واحد، وهذه هي أصعب مرحلة أو درج في طريقك لتحقيق أهدافك، فتابع معي هذا الفيديو حتى النهاية. معادلة النجاح في الحياة مكونة من عدة أقسام. نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول تحت عنوان جرب. من المستحيل أن تنجح في أي مجال ما بدرجة عالية جدا بدون أن تكون تحب ذلك المجال. لهذا نطرح السؤال الموالي: كيف سأعرف المجال المناسب لي؟ جرب، عليك أن تجرب. جرب حتى تجد المجال الذي أنت فعلا تحبه. وبالخصوص إذا كنت شاب أو شابة، فهذه المرحلة مخصصة لتجرب فيها كل شيء، بل هي مرحلة من الواجب عليك أن تجرب فيها كل شيء. هذا ما فعلته أنا شخصياً. ابتداء من سنة 2012، كان عمري 15 سنة تقريباً، جربت العمل في الكثير من المجالات. بدأت بشركات التسويق الشبكي، جربت هذا المجال طيلة 8 سنوات حتى نهاية سنة 2020. وبالمناسبة هذا المجال لا أنصحكم به أبداً، وأنا أعي ما أقوله فلدي فيه خبرة كافية وواسعة جداً. لكن بالموازاة مع هذا المجال كنت أجرب أشياء أخرى. جربت التداول في الفوركس، جربت العملات الرقمية في سنة 2017 حتى سنة 2019. هنا في هذه المرحلة بدأت أنتبه إلى أن المستقبل موجود في الأنترنت، لا سيما كنت أتابع العديد من رجال الأعمال سواء العرب أو الأجانب يشاركون عدة أفكار حول العمل عبر الأنترنت. فبدأت بالصدفة في مجال يعرف بالريسكين، في أي صناعة تطبيقات الموبايل، غير باش تفهموني. دخلت إلى اليوتيوب وبدأت بتعلم لغة جافا للأندرويد ستوديو، وهو برنامج لصناعة تطبيقات الخاصة بالأندرويد. أتذكر كنت أقضي ليالي حتى 10 صباحا وأنا أمام شاشة الحاسوب وأحاول صناعة تطبيق، وكنت كلما أصنع زر أو صفحة وأجربها في الهاتف تعمل كنت كنطير بالفرحة، حيتاش أنا كنت أدبي وهادشي كان كيبان لي معقد، حيتاش فيه الحساب بزاف وما خصكش دير زيرو ديال الغلط. المهم استغرقت سنتين وأنا أتعلم وأحاول، لكن لم ينجح معي الأمر. لذا هنا أتعجب صراحة عندما يأتون إلي بعض الناس أو المتابعين لدي في اليوتيوب الذين يتعلمون اللغة الإسبانية بسؤال سخيف جدا: ياسين، أبدأ الدراسة ساعة ساعتين وأشعر بالملل وأترك كل شيء. أنا قضيت سنتين أحاول أن أتعلم شيء غريب جدا، ألا وهو البرمجة، وبدون مدرسة ولا شيء، فقط كنت كنتقاتل مع الكونيكسيون واليوتيوب. فخصك تحشم على أعراضك. من بعد هذه التجربة الفاشلة طبعا قررت ندير قناة في اليوتيوب. نعود إلى نفس السؤال: ما هو المجال الذي أحبه وسأتخصص فيه في اليوتيوب؟ الجواب كما قلنا سابقا: جرب، ما عليك سوى بالتجربة. فبدأت أجرب فيديوهات أخبار المشاهير، فيديوهات مثل هل تعلم، فيديوهات تعليم الفوتوشوب الذي كان من المفروض علي أن أتعلمه بموازاة مع المونتاج، عندما كنت أتعلم البرمجة، لأن صناعة التطبيق يحتاج إلى تصميم، يعني الديزاين. زعما في ديك العامين تعلمت الفوتوشوب وليت محترف فيه. حتى هذه الفكرة ما سقط ليش. بدأت أقوم بعمل فيديوهات دروا ديكور بحكم أنني كنت أشتغل في الصباغة حتى أحضر قوت يومي كما يقولون. تعبئة تليفون، تعبئة الأنترنت، استثمار في شركات التسويق الشبكي، فكل هذه تحتاج رأس المال، وهذا ما كنت أفعله أنا شخصيا لكي أحصل على هذا رأس المال. فكنت أشتغل كصباغ، وهذا الشيء راه يلف 2018، ماشي بعيد بزاف. بعد ذلك قلت لماذا لا أقوم بعمل قناة خاصة بتعلم اللغة الإسبانية في إطار تجربة أيضا. فبدأت وتوكلت على الله في شهر
واحد من سنة 2020 مع بداية كورونا. لاحظوا معي الآن تسلسل الأحداث. لاحظ بدأت كورونا وأنا كنت موجود في إسبانيا في هذه الفترة بدون عمل بدون أي شيء، وهذا أسوأ من أن تكون في بلدك. بدأت في نشر الدروس. هنا ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام المعادلة، وهو الإتقان والتميز. في تلك الفترة لاحظت أن كل القنوات التعليمية الخاصة باللغة بصفة عامة لديها نقص في الجودة من ناحية الصوت والصورة، فاستغلت على هذه النقطة. كلفت نفسي واشتريت معدات لا بأس بها في ذلك الوقت حتى أقوم بصناعة محتوى جيد. بعد أسابيع وجدت أن هناك الكثير من التعليق المحفزة من طرف المتابعين التي جعلتني أحب هذا المجال. إذن الآن وجدت المجال الذي أحبه بعد تجارب عديدة. جيد جدا. إذن ما هو السر نجاح هذه الفيديوهات في وقت قصير جدا؟ الإتقان. الإتقان، وهنا عزيزي المشاهد لا أقصد فقط الجودة في الصوت والصورة، بل حتى طريقة الشرح والإلقاء التي تجعل المتلقي يحس بالمتعة ويتعلم بالفعل. أين اكتسبت هذه المهارة يا ياسين؟ اكتسبتها في مجال التسويق الشبكي، لأن في هذا المجال كنا نقوم بشرح مشروع شركة للعديد من الناس بشكل يومي، ويكون عليك إقناع الشخص بشراء منتج قيمته أزيد من 300 دولار. هنا تعلمت فن الإقناع والإلقاء. لهذا لا تندم أبداً على تعلم أي شيء، لأن لكل شيء وقته المناسب. لاحظ كيف أصبحت الأمور ترتبط فيما بينها. بعد 4 أشهر ربما من انطلاق القناة جاءتني فكرة، لما لا أقوم بصناعة تطبيق خاص بتعلم اللغة الإسبانية؟ فكرة جيدة. الآن لدي متابعين يثقون في ويقدرون المجهود الذي أبذله. إذا صنعت تطبيق خاص باللغة الإسبانية قد ينجح هذه المرة. فبدأت أشتغل عليه لمدة 3 أشهر حتى أخرجت النسخة الأولى منه، وفعلا لاقى إعجاب الكثير منكم. فقلت بما أن التطبيق لقى استحسان من طرف الناس، لما لا أقوم بتحسينه أكثر؟ فتواصلت مع مبرمج محترف في مجاله واقترحت عليه الفكرة الجديدة التي أريد إضافتها على التطبيق حتى يصبح بشكل جيد أحسن، وهي النسخة التي تعرفونها الآن كلكم. والآن نحن نعمل على إضافات أخرى في التطبيق ليصبح خاص بتعلم جميع اللغات وليس فقط اللغة الإسبانية. لهذا أنصحكم بتحميله حتى يصلكم إشعار التحديث الجديد. في شهر 8 من سنة 2020 أصبت بمرض السكري من النوع الأول، وهذا النوع يكون ليس له علاج يعني إلى حد الساعة، ما عدا أخذ حقن الأنسولين بشكل يومي حوالي 4 إلى 6 مرات. هنا غالبا يصيبك الإحباط وقد تصل إلى مرحلة الاكتئاب، لكن ثقتي في الله قوية، اعتبرته تحدي في الحياة، وبسبب هذا المرض أصبحت أكل وجبات صحية أكثر من السابق، أمارس الرياضة بشكل يومي تقريبا، أي حاولت أن أرى الجانب الإيجابي حتى وهو مرض. هنا تحدث قفزة نوعية في حياتي، لأنه طالما أنك محاط بأناس إيجابيين فدائما ستجلب إلى نفسك الإيجابية، وهذا لا يعني أن يكون لك أصدقاء إيجابيين من حولي، طبعا هذا يستحسن، لكن بحكم أنني كنت في إسبانيا وطيلة المدة لم أقم بالتعرف على أي أحد، كنت أقضي 15 ساعة يوميا أمام الحاسوب، فليس لدي الوقت حتى للخروج، لكني كنت أختار بعناية الأشخاص الذين أتابعهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا ما أشاهده يوميا. فإذا كنت تتابع الكوارث فعقلك سيصبح يفكر فقط في الكوارث. لهذا تابع الأشخاص الناجحين والإيجابيين والذين يشاركون محتوى مفيد كحسابي مثلا على الإنستغرام أو على تيك توك أو في اليوتيوب طبعا. كما كنت أقول، حدثت قفزة نوعية في حياتي عندما جاءتني فكرة عمل دورة عربية كاملة لتعلم اللغة الإسبانية أونلاين. من أين جاءت هذه الفكرة؟ جاءت من خلال متابعة هؤلاء الناس. وهنا نصل إلى القسم الثالث من المعادلة. فقط ابدأ فيما تريد البدء فيه ولا تفكر في الطريقة، لأن الأغلبية يبدأ في التفكير ويبقى سنوات يفكر في الطريقة التي يمكن فعل بها ذلك الشيء، وهذا أكبر خطأ يقع فيه الأغلبية ولا يبدأون مشروعهم أبدا. أرجوك ابدأ الآن وفي طريقك ستجد العديد من الأفكار. لاحظ أنني بدأت بقناة على اليوتيوب فقط، وأقسم بالله أنني لم أكن أنوي أن أقوم بعمل لا تطبيق ولا دورة، التي تعتبر هي أول دورة لتعلم اللغة الإسبانية باللغة العربية في العالم كله والوحيدة إلى يومنا هذا.
أستغل الفرصة وأقول لك إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية فستجد رابط الدورة أسفل هذا الفيديو، يمكنك الاطلاع عليه والتعرف على المزيد. بسبب هذه الدورة حصلت قفزة في حياتي، وهنا سنقف عند أهم نقطة في هذا الفيديو. هل لاحظت كم من الوقت استغرقته في الوصول إلى هذه المرحلة؟ منذ سنة 2012 ونحن الآن على أبواب 2022، 10 سنوات أيها المشاهد. لكن الأهم من ذلك، الآن سرعة الصعود تصبح كسرعة الصاروخ، وهذه النقطة تسمى النقطة الحرجة التي يتحول فيها كل شيء. ولن أجد شرح أفضل لهذه العملية أكثر من أحد الفيديوهات المتميزة جدا لدى قناة دروس أونلاين. سأترك لكم رابط الفيديو كاملا أسفل هذا الفيديو، أنصحكم بشدة مشاهدته. في الحتة دي أنت عمال تشتغل وتجيب أخرك وتتعب وتعافر ومفيش أي نتائج، مفيش أي تغير ملحوظ على المحور الرأسي، بتحس إنك بتحرط في مية. ولكن رغم كده لازم تستمر ولازم تعافر لحد ما توصل للنقطة دي، النقطة الحرجة اللي عندها كل حاجة بتتغير. زي بالظبط لما تكون عايز تشرب كوباية شاي وتجيب البراد تملاه تحطه على النار وبعدين تقعد جنبه شوية، مش بيبان ان في تغير بيحصل على المية على الرغم من درجة حرارتها عمالة ترتفع لحد ما توصل ل99، وبعدين اخر درجة اللي هي 100 المية بتبدأ تغلي ويبدأ يبقى في ايه عنف كده وبخار بيطلع وكل الحاجات دي. هل الدرجة الاخيرة دي لوحدها هي اللي وصلت المية لهذه الحالة، ولا استمرار تعرض البراد لدرجة حرارة مرتفعة لمدة طويلة هو اللي أدى إن درجة واحدة بتعمل الفرق؟ أصعب مرحلة هي الانتقال من تحت الصفر إلى رقم واحد، بعد ذلك تصبح تنتقل بالعشرات بل بالمئات والآلاف. إذن هل فعلا اشتريت هذه السيارة الجديدة من اليوتيوب؟ الجواب نعم، لكن ليس عن طريق الأدسنس، فأنتم تعلمون أن المحتوى المفيد وبالخصوص التعليمي لا يحظى بعدد مشاهدات كثيرة كباقي المحتويات التافهة، لكن تربح هنا متابعين ذو جودة عالية. فأنا أفضل أن يكون لدي 90,000 مشترك حاليا ذو جودة عالية أفضل من مليون مشترك في قناة خاصة بتفاهة. كنفضل عدد قليل ولكن الناس بعقلهم أحسن من 1 مليون وغير حماق، لأن بسبب هاد الناس قدرنا نحقق نجاح بهاد الدورة التي هي فعلا تساعد الكثير منكم، وساعدت سابقا الكثير منكم في تعلم هذه اللغه. قلت لك زعما الكورس ديالك والله العظيم الا في المستوى ومقارنه مع ديك الكورسات اللي كتشوف الكورسات اللي سقسيت وديك الشيء، يعني ثمن صراحه ثمن بطل، والله العظيم الا ثمن بطل، لان كيفاش كتشرح وماشي دقه بدقه، ويعني ما صعيبش. انا قلت لك حتى الواحد اللي زعما راسو ثقيل ولا زعما شحال خلا قرايه وما كيقراش وديك الشيء حتى هو راه يجي يعني ساهل، خصو غير يتبع وشويه هيبه دلقانه ويومين يقرا شويه، والله العظيم الا زعما سوبر ديال زعما. انا ملي كنشوف زعما الطالبات ديال داكشي كيفاش معدلوا داكشي تفاجات، لان قلت انا حيت زعما انا خصو تفاجات في الانترنت وداكشي شفت في اليوتيوب، وقلت انا ندخل نشوف الكورس اللي عندهم، شفت زعما عامل الكورس قلت انا المهم غنشجل على الله، ولكن ملي دخلت بديت كنشوف وغادي نتبعها ورد البال، والله العظيم الا تبارك الله عليك. انا خويا تنشكرك بزاف الله يلا عرفتي فرحتي قداش هنايا، والله عرفتي خويا ما كنتش خويا زعما انا كاع نمشي لكايا نجي بلاصه بوحدي، والله دابا الحمد لله خويا والله ولا نمشي بوحدي، وليت كنمشي دكال وليت يعني الصراحه كما قلت لك اساسيات وليت متمكنه منهم وليت نعرف لهم. شكرا لك خويا بزاف الله يكون عليك خويا، نعطيك مقارون يعني ما غاديش في المجهود اللي معنا والتحفيز والتشجيع يعني. حيت المعلمه الصبليونيه كتشرح لك الكلمه بالاسبانيه انت ما فاهمهاش كاع، كنبقى يعني في وسط القسم غير كنتصمت ونشوف وكنخرج في حالي، وان شاء الله نتمنى هاد الدوره انها تفيدني، وشكرا بزاف ربي يجازيك العافيه خويا. وعاد زعما هاد الكورس في المستوى بزاف، لان بالعربيه والاسبانيه يعني لعنا غير شي كورس هذا بالاسبانيه يعني غنخلو غنبقاو نكلفو بزاف الحوايج معاكم ونمشي غنتبلوطو وغنقدو غنخرجو، ولكن يعني انت غادي الجمله كتقرا بالاسبانيه والجمله كتقرا بالعربيه يعني زعما مفهوم زعما داكشي مفهوم. وهنا ننتقل الى القسم الاخير من المعادله، احرص على ان تساعد الناس من قلبك، فمساعدتك لهم سيساعدك من هو اعلى مني ومنكم. ولا تنسى في الاخير ان من جد وجد.